خضوع دوما هلا؟ صلنا 10 أيام الأسواق مسكرة، وصلنا 10 أيام على هالحالة. بالليل عم يضربوا طيران، وبالنهار عم نخلص، بالنهار عم يجينا الليل، وكل الأسواق مسكرة، وعم ينزل علينا راجموت، ومدارس ما في، ما عم نروح على المدارس. طيب هالحالة من 10 أيام ما في حياة أبدا بالبلد ولا في؟ نوب ما في حياة بالبلد، نوب من 10 أيام ما في حياة. طيب شو السبب برأيك؟ أخذين إدارة المركبات. طيب القصف عم يضربكم في أنواع ولا بكل الأنواع عم يضربكم؟ لا بكل الأنواع. طيب عم يضربنا بكل الأنواع. في مدينة دوما منذ أكثر من 13 يوما والأسواق مغلقة، المساجد مغلقة، والمدارس مغلقة، والمعاهد. قصف جوي ومدفعي وصاروخي لم يتوقف منذ 13 يوما. النظام يستهدف كل ما هو في هذه المدينة، لم يستثني لا الكبير ولا الصغير. حالة حرب حقيقية تشهدها المدينة. المدينة أشبه بمدينة أشباح، خالية تماما من أي نوع من أنواع الحياة. دوما تباد، دوما قصفت بكافة أنواع الأسلحة. النظام السوري يتبع طريقة تهجير الأهالي وإحراق المدينة والأرض المحروقة. دوما خالية تماما من أي نوع من أنواع الحياة. الأسواق لم تفتح منذ 13 يوما. حال المدينة يرثى لها الجبين. هذه هي المدينة.